أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في سلسلة دراسة جديدة بعنوان عزة المسيح على الجبل. وهذه العزة تعتبر أشهر عظة علمها أو عرفها التاريخ من أعظم معلم من الرب يسوع المسيح. وهذه العظة قالها يسوع المسيح على هذا الجبل يسمى جبل التطويبات، ونحن في نفس الكنيسة تسمى كنيسة التطويبات على الاسم طوبة من إنجيل متى الإصحاح الخامس. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح أتكلم عن خلفية طبعا هذه المنطقة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.